أنا اسمي خالد محمد يوسف أبو علول، عمري 41 سنة. قبل 4 سنوات شخصت مرض اللي هو ورم حميدي على العصب الثامن، مقدار 1.7 سنتي كان هو، وكان عندي ألم في رأسي وفي وضعف السمع طبعا، وكان في كمان زي الدوخة خفيفة، عدم اتزان، والحمد لله رب العالمين هسه أفضل بكثير. وكان أفضل أنه الواحد يدور على شغلة إخلاف الجراحة، لأنه الجراحة كانت بتعرف المنطقة كانت حساسة، والورم جاي على منطقة حساسة برضو كمان، يعني عصب، وكان موجود أشعة بالقطاع الخاص، وكانت كلفتها غالية، يعني كانت 8000 دينار على الجلسة. أنا شبه اقتنعت أنه الأشعة هي أفضل إشي، يعني لأنه معظم الدكاترة الموجودين عندنا بتخصص جراحة الدماغ والأعصاب نصحوني أنه سويها أشعة، ما سويها جراحة، زي الواحد أنه تحير، يعني أنه لازم يسوي عملية جراحية بيخلص من هذا الورم، لأنه الورم كان كل ما كبر وكل ما كان مرحلة خطر، كل ما أثر أكثر أصلا، يعني أنه وصلت عندي أنا زي ما قلت لحضرتك الورم من 1.7 سنتي، يعني مرحلة منسكتش عنها من مرة، منسكتش عنها نهائيا، وصارت عندي ضعف سمع كثير يعني فيها بالذان اليمين طبعا، والحمد لله يعني شايف أن الوضع أحسن. خضعت العملية الجراحية بشهر 11/2014. والله العملية الجراحية كانت بالنسبة إلي طبعا اتكال على رب العالمين بالبداية، كانت ثاني إشي ما في خيار ثاني خلافها، يعني كان موجود عندنا هون متوفر جوا البلد، يعني الجهاز اللي كان متوفر عندنا هون بالبلد هو جهاز واحد بالقطاع الخاص، وكان زي ما قلت لك تكلفته غالية، بس لو في أشعة أفضل، لو في أشعة أفضل، يعني نص ساعة وروح عبيتك. أكيد لو موجود الجهاز يعني مستشفى الجامعة أكيد مش راح أتردد أني أسويها على أشعة، يعني شبه مؤكد، يعني مؤكد 100%. والدكتور الموجود يعني اللي سوى لي إياها الله يطرح له البركة ويخليه، يعني هو لحاله ثقة، فما أدراك الجهاز راح يكون ثقة أكثر. كان عندي ألم في رأسي في ضعف السمع طبعاً، كان في زي الدوخة على الاتزان، العلاج بالأشعة المصوبة هي نوع من أنواع العلاج بالأشعة التي تستخدم لعلاج الأورام وبعض الأمراض الأخرى في الدماغ. العلاج بالأشعة المصوبة هو عدة متخصصة تطلق ما يقارب 200 شعاع صغير إلى هدف ما، قد يكون ورماً سرطانياً أو خللاً خلقياً في الأوعية الدموية، ومع ذلك فإن تأثير كل شعاع على أنسجة الدماغ ليس بالشيء الذي يذكر، بينما يكون التأثير الأقوى في النقطة التي تتركز فيها الأشعة في الوقت ذاته. تكمن أهمية وفائدة العلاج بالأشعة المصوبة أنه يغني عن العمليات الجراحية في كثير من الأحيان، ويتم استعماله من قبل المريض لمرة واحدة فقط، قد تستمر الجلسة من دقائق إلى ساعة.
أما عند وعي استخدام جهاز الأشعة المصوبة فهي أورام الدماغ الحامدة والسرطانية والعيوب الخلقية في الأوعية الدموية في الدماغ وآلام العصب الخامس والعلاج الوظيفي للألم والحركات اللا إرادية، كما قد يستعمل في أماكن الدماغ التي يصعب الوصول إليها جراحياً أو عندما لا تسمح حالة المريض بإجراء عملية له، وذلك لخطورة التخدير العام. فلا يحتاج المريض إلى أكثر من جلسة واحدة يعود بعدها إلى بيته، ولا يشعر المريض بأي ألم خلال الجلسة، كما لا يسمع أي صوت أو ضجيج صادر عن الجهاز، ولا يحتاج المريض إلى الدخول إلى المستشفى، فهي تعتبر إجراء من إجراءات العيادات الخارجية. تكمن أهمية العلاج بالأشعة المصوبة بأنها ستتوفر لمرضى وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية كمستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس وكذلك مركز الحسين للسرطان، مع سهولة التحويل بين هذه المؤسسات، كما سيكون المرضى مشمولون بمظلة التأمين الصحي لهذه المؤسسات مع التعاون على مستوى الخبرات في جميع هذه المؤسسات لاتخاذ القرارات فيما يخص هذه التقنية. يوفر وجود العلاج بالأشعة المصوبة الطواقم في قسم جراحة الأعصاب وقسم الأعصاب وقسم الأشعة وعلم الأورام فرصة للتدرب على هذه التقنية والتعرف بها من قبل طلاب الطب والمقيمين ومقيمي الاختصاص العالي، وستكون دواعي الاستخدام وفق ما نصت عليه الأدبيات العالمية، كما ستوفر هذه التقنية كمية لا يستهان بها من المعلومات التي قد تستخدم في إعداد أبحاث علمية عن نتائج وفرص استخدام هذه التقنية. وتكمن الرؤية المستقبلية لهذه الوحدة بأن تكون مركزا تدريبيا لهذه التقنية على المستويين المحلي والإقليمي. أما عن مصادر التمويل المؤمل بها فستكون كالتالي: منح تم تقديمها لوزارة التخطيط، والدعم المؤمل من الأفراد والمؤسسات الأهلية والتي مشكورة أبدت تحمسها للمساهمة بتوفير مثل هذه التقنية، وقد تم تخصيص حساب أمانات خاص بمشروع العلاج بالأشعة المصوبة في الدائرة المالية في مستشفى الجامعة الأردنية برقم الحساب الظاهر على الشاشة. وبذلك قرر مجلس العمداء إنشاء وحدة الجاما نايف في مستشفى الجامعة الأردنية. المال جزء من الحكاية، لكن الإنسان وإرادته هو الجزء الآخر، فنحن فريق واحد، لكل عضو واجباته ومسؤولياته، ولكي يكون العمل متكاملاً لابد أن تكون الغاية سامية، وما أجملها من غاية أن تسخر العلم والمال لخدمة إنسان. فبلد حباه الله بأهل علم وأهل خير جدير بأن يطمئن أهله على صحتهم ومستقبلهم، ولكي تكتمل الحكاية يجب أن تستمر الإرادة من كل من شارك من البداية، وأنتم جميعاً من ألهمتم الحكاية، فدعونا نكملها للنهاية بدعمكم خالص الشكر.